الكثير من المعلومات، القليل من وجهات النظر. اهلا وسهلا بحضراتكم كل مشاهدينا في مصر وفي الوطن العربي الكبير، وسهره جديده على اون تايم سبورتس من هاتريك. النهارده حلقه فيها ملفات كتير جدا وفيها كلام محلي وعربي واوروبي ونقاش ان شاء الله يكون مثير مع حضراتكم. هينورنا في الفقره الاولى الكابتن محمد علاء محلل اداء نادي الزمالك، ثم في الفقره الثانيه وهي فقره عربيه اوروبيه الاصدقاء الاعزاء عادل سعد ومحمد حافظ كما هو معتاد دائما في هذا النوع من الفقرات. أخبار سريعا نعدي عليها لأنه كان في أصداء كتير النهاردة لبعض المواضيع داخل الأهلي وداخل الزمالك. قرار يعتبر هو فريد من نوعه، فريد في تاريخ النادي الأهلي بوجود أخيرا منصب المدير الرياضي. هذا المنصب الذي كان مفقودا في الكرة المصرية بشكل عام، النادي الأهلي بياخذ الخطوة بتعيين الكابتن محمد رمضان كمدير رياضي للنادي الأهلي. وهذا هو أجمل ما في الموضوع، أن المنصب قد وصل رسميا ولا بديل للتراجع عنه، هو أفضل حاجة موجودة في هذا الأمر. طبعا تعيين كابتن محمد رمضان جه بعد حالة الغضب اللي موجودة بعد مباراة السوبر، شوية التفاصيل اللي حضراتكم عارفينها اللي أدت إلى أنه لازم يكون فيه صلاحيات واضحة بأدوار واضحة لناس واضحة تتحمل المسؤولية تحاسب في نهاية المطاف إيجابا وسلبا. تعالوا بقى نحاول نشرح الموضوع علشان فيه شوية كلام لازم يتقال. أولا، هل دي المرة الأولى اللي كابتن محمد رمضان يشتغل فيها في النادي الأهلي؟ لا، كابتن محمد رمضان واحد من أهم نجوم النادي الأهلي على مر تاريخه، اعتزل اشتغل مدير كرة شوية مع مدارس مدربين أجانب، ودي نقطة مهمة جدا. يعني العمل رؤية ألين هارس، الشغل مع هولمان، الدخول في فترة التسعينات عصيبة فيها رحيل رضا عبد العال، فيها رحيل حسام وابراهيم حسن، تعامل مع مجموعة من النجوم بشخصيات مختلفة، محمد رمضان كان حاضرا. فانت جايب واحد عنده سي في في المنطقة دي قوي جدا. بالمناسبة كابتن محمد رمضان في الفترة دي كان بيعمل حاجات مع اللعيبة طبقا لشخصياتهم. مثلا واحد من اهم نجوم النادي الاهلي في التسعينات كان بيقول له انت اللي بتكسبني، لو نزلت وكسبتني مكافئتك من عندي غير النادي. فهو يعرف انه بيتكلم مع مين وبيقول له ايه امتى، ويعرف يصطدم كويس بدرجة فيها حدة كبيرة جدا مع اللي بيخرج عن النص. هكذا كانت الشخصية. خد بالك بقى، كابتن محمد رمضان لما خلص الكورة وبدأ يشتغل بشكل إداري على خفيف مع الأهلي، بعد كده اشتغل في الأكاديميات، وفي أكاديميات الأهلي كان هنا أنت بتأهل اللعيبة المعتزلة جديد علشان يبدأوا يشتغلوا. Guess what؟ مين اللي كابتن محمد رمضان جابه بعد الاعتزال وبدأ يشغله في الأكاديميات؟ أي نعم، كابتن سيد عبد الحفيظ. أي نعم، كابتن وليد صلاح الدين، وثالثهم كابتن هشام حنفي. فمدرسة محمد رمضان لإنتاج الكوادر الإدارية الحادة صاحبة الرؤية، ده بابا الشغلانة. فهنا القصة لازم تكون واضحة ان انت جايب راجل مواصفاته عاملة ازاي. بالنسبة لي انا بقى خلي الكلام ده على جنب لانه في نقطة مهمة جدا. كابتن محمد رمضان عرض عليه هذا الامر مش بنفس الصيغة دي من كام سنة. رد على كابتن بيبو وقال له يا كابتن انا لو هاجي النادي الاهلي النهاردة وهكون موجود مش بصلاحيات كاملة بلاش منه، لانه لا انا هتبسط ولا انت هتبسط. فناجي ومعايا صلاحيات كاملة. الكلام ده حصل من سنين، 3 سنين 4 سنين في وقت معين لظرف معين. وبالتالي لما يحصل هذا الامر بعد مرور 2-3-4 ويتكرر ويجي النهاردة بمنصب مدير رياضي، تبقى عارف هنا انه الراجل ده هيجي الشغلانة دي بصلاحيات كاملة. وانا تعمدت انه اسأل سؤال مهم جدا، هل هذا الرجل قائم بأعمال مدير الكورة؟ يعني نازل الماتشات على البنش موجود، بيتعامل مع اللعيبة، اللعيبة بترجع له، اللي هيتأخر، اللي عنده ظرف، الثواب والعقاب، الكلام مع كولر، الكلام ده كله هو مسؤول، ولا مدير رياضي في المكتب ثم مع كابتن الخطيب؟ فجاءت الإجابة لا، مدير كورة على الأرض باشا، انت معاك كل حاجة، وده أفضل ما في الموضوع. آخر معلومة، انه كابتن محمد رمضان مسؤول بشكل او باخر على الاشراف على موضوع السكاوتنج، على موضوع التخطيط، على كل حاجه ليها علاقه بالنادي الاهلي. ده مفيد في ايه؟ مفيد ان في بني ادم واحد للتعاقدات للسكاوتنج خصيصا دول،
والتخطيط عنده عين معاهم، لأنه واحد من لجنة التخطيط قدم استقالته منها علشان يمسك مدير رياضي لكنه ينتمي إلى هؤلاء. فهو واحد بتدور حوالي الدوائر، بدل ما السكاوتنج يرشح لعيبه يروح يعديها على التخطيط، التخطيط يفكر ويقول اه ده ينفع وده ما ينفعش، تروح جايه على كولر ومعديه على كابتن الخطيب، بدل كل الفيلم ده اللي بيأخر صفقات احيانا، او اللي بيأخر بروسس احيانا، او اللي ما تعرفش هي واقفه فين بالظبط احيانا، بقى في راجل واحد حواليه كل المواضيع. وفي هذا النوع لو خد صلاحياته الكامله والراجل اشتغل على الارض، ده اللي بيحصل في أي مكان محترم على مستوى العالم. وبالتالي هو قرار من تاني تاريخي إنه الأهلي يبقى عنده مدير رياضي. ده بالنسبة لي أفضل حاجة. التجربة في المراحل الأولى مفيش حد بيمسك تحكم عليه من بكرة وبعده أو حتى بعد سنة. السكاوتنج نفسه أول سنة غير ثاني سنة 100%. لكن القرار يبدو واعدا إلى حد كبير جدا بالنسبة للنادي الأهلي. طيب تعالوا نروح للزمالك. الزمالك فرحان ويعيش الجمهور ومجلس الإدارة واللاعبين حالة من الفرح والنشوة والسرور بموضوع السوبر، وهذا حقهم الطبيعي. لكن مفيش حد من جمهور الزمالك عنده أي يقين أو قناعة إنه الفريق بدون نواقص، والكلام على الصفقات لن ينتهي سواء عند الأهلي أو عند الزمالك. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأن عندي معلومة خطيرة جداً. المعلومة امبارح وأول امبارح وأول أول آخر 3 أيام عرض على نادي الزمالك لاعبين مش سوبر، لاعبين كان أحدهما على رادار النادي الأهلي. يعني اتعرض 4 لعيبة، 2 منهم واحد على رادار الأهلي والتاني لا خلاف على إمكانياته على مستوى الوطن العربي بالكامل، لاعبي يتمنى ايضا النادي الاهلي بالمناسبه. يعني انا مش بدخل الاهلي في جمله مفيده، انا بقول المعلومه ان في حد الاهلي تفاوض معاه قبل كده فعليا والتاني يتمناه اي فريق في العالم بما فيهم الاهلي، عشان نبقى فاهمين بس المقياس واقف فين. وبعدين لما عرض اللعيبه على مجلس الاداره وعلى الناس، هنا في اشكاليه شويه. اشكاليه ايه؟ اشكاليه انه مين مودي على فين. ممكن ارجع لحاجه بقالها 20 سنه او 24 سنه. هل جمهور الزمالك فاكر مين اللي رجع حازم الاحتراف من هولندا؟ لا. مين جاب حسام حسن وابراهيم حسن؟ لا. مين كون الجيل اللي فيه عبد الحليم علي، تامر عبد الحميد، ابو العلا، مدحت بشير، الاباني، عبد الواحد، كل الناس دي انت فاكر مين اللي جابه ومين اللي عمل؟ لا. امال ايه اللي انت فاكره؟ ان الجيل ده خد دوري مره واثنين وثلاثه وخد تشامبيونز ليج افريقي. فأصبح هذا المجلس حتى لو كان له مساوئ بالمناسبة هو مجلس تاريخي في تاريخ نادي الزمالك، لأنه ده اللي جاب بطولات. أيوة، عايزين نوصل لإيه يعني؟ عايزين نوصل إنه مفيش حد بياخد اللقطة. مفيش حد بياخد اللقطة. مفيش حد إنه أنت جبت فلان ده النهاردة فبعد 20 سنة هيتقال والله فاكرين ده فلان ده اللي كان جايب اللعيب ده. أقدر جدا دلوقتي أقول الأسماء وأقول مين اللي موافق ومين اللي رافض وإيه اللي بيحصل وماشيه ازاي، لكن ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لانه الميركاتو متغير والقرارات متغيره. امال فتح الكلام ده كله ليه؟ فتح الكلام ده كله لان مجلس الاداره كان عنده خطوه ممتازه انه في الاخر الكل اجتمع على انه الزمالك يبقى فوق الجميع. اشمعنى؟ لانه جوميز بغض النظر عن مين جابه، لما حصل محاولات ان انت تهدمه الكل وقف وقال بس فول ستوب، الفرصه كامله، يلعب السوبر، نشوف هيوصل لحد فين ونحكم. فلما ده حصل جت النتيجة. اوعى الفرحة بالسوبر تنسيك ان اللي وصلك لحد هنا ان انت حتى لو على مضض قلت في الاخر الزمالك فوق الكل ومش فارقة مين اللي جاب ومين اللي عمل، المهم ان يبقى الكل ماشي في نفس المركب. بقول ده لانه في نهاية الميركاتو ومع بداية الموسم الجديد وفي السوبر اللي جاي الجمهور هيراقب موضوع الصفقات، زي ما بالظبط جمهور الاهلي راقب موضوع بن رمضان وبدا يتكلم انه ليه بن رمضان لا و و و و هكذا هو حال الجمهور. فالمشهد اللي انا عارفه اللي بيحصل على مدار الايام اللي فاتت
لو انتهى الميركاتو بدون جدوى لازم هيكون وقفة كبيرة جدا في هذه القصة، سواء الزمالك كسب ما كسبش، مشي ما مشيش، مش ده الموضوع، لكن المسألة انه لازم هنا إدارة هذا الملف في وقت انت فيه جامد، انت فيه فرحان، انت عندك الأريحية ان انت تكمل، والناس مدية للكل التورتاية بتاعت الزمالك، محدش خد تورتاية لوحده، اذا كان لعيبة ولا جهاز فني ولا مجلس إدارة، كل الناس بتشيد بمجلس الإدارة وباللعيبة وبالجهاز الفني، فمحدش بينجح لوحده ومحدش بيعمل حاجة لوحده. ده بالنسبة لموضوع نادي الزمالك. وعلى ذكر الزمالك، قصة بوبنزا النهاردة موقع جولاسو الروماني نشر أول خطاب بيوصل من الفيفا للنادي الروماني بخصوص أحقية الزمالك في اللاعب. طبعا نادي رابط بوخارست وصل له هذا الخطاب بعدما الزمالك رفع القضية وقدم شكوى في الفيفا، وهنا الزمالك عنده اتفاق مع اللعيب، والتقرير بيقول ان الزمالك استعان كمان بالاتحاد الامريكي علشان يؤكد انه البطاقة الدولية ارسلت من الاتحاد الامريكي لاتحاد الكورة علشان يثبت موقفه. طيب اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الفيفا هيخلي بوبنزا يلعب بشكل مؤقت لغاية يناير، ساعتها في حكم، الحكم ده غالبا يكون في صالح الزمالك بالموقف الحالي اللي باين، فيحصل الزمالك على 2.5 مليون يورو قيمة الاتفاق بين الزمالك وبين بوبنزا، وهو رقم كبير جدا. يناير ده هذا هو الوارد. هل الحاجات دي بتطول؟ ممكن، لكن أول ما عاد تستنى في خبر هو يناير، تجي لك فلوس في يناير أو في آخر الموسم، أنت في كل الأحوال مستفيد. لكن ده هو الموضوع عشان تبقى الناس فاهمة القصة ماشية ازاي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل استقبل الكابتن محمد علاء محلل اداء نادي الزمالك، وحوار عن كواليس كتير لها علاقة بالفريق في هذا الموسم، فخليكم معانا على اون تايم سبورت.